السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إقدام ديال زاد. اليوم جيتكم بالفيديو الخامس من سلسلة حكيتي مع التعليم. اليوم راح نحكي على موضوع مهم بزاف بزاف في أثر الأستاذ، واللي هو ضغوطات الإدارة والزملاء والأولياء وكامل يعني سلك التعليم. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، حطوا لايك في الفيديو، تابعوني في الانستغرام، راني موجودة يوميا. قطاع التربية والتعليم أظن أنه من أكثر القطاعات اللي فيه ضغوطات على الاستاذ اللي يخدم كوركت. هكذا يعني نقول ونعاود اللي يخدم كوركت اللي خاف ربي باسكو دوك تفهموا علاه. عندك شحال من جبهات تضرب، عندك الاداره تحقر بزاف الاستاذ خاصك يكون جديد وصغير، عندك الاولياء ها دايرين معاهم فيك، وعندك الزملاء اللي هما الاساتذه ولا السيرفون جينيرال سونسور اكسيتيرا تاع الاداره، دائما عندهم ضغوط، يديروا لك ضغوطات من كل نواحي، من كل جهه، من كل الانواع. دونك الحاجه الاولى اللي نحكوا عليها هي الحقره. وي الحقره، الاستاذ الجديد دائما وصغير يحضروه باسكو هو مبتدئ، باسكو هو جديد، باسكو ما يعرفش القوانين واش لازم والمسيد كيفاش هو يسير والعقليه اكسيتيرا. دونك تصيبي انه الاستاذ الجديد دائما يعطيه كلايس ماشي ملاح ولا كلايس معيدين ولا يحطوه في لانكس ولا يعطيه اقسام اكثر، يعطيه حصص اكثر. باغ اكزومبل تقري سيونس تصيبي روحك في 22 ساعه واستاذ واحد اخر عنده 15 ساعه. وي هذه شتها بعيني باسكو الاخر استاذ عنده معرفه في الاداره، استاذ كبير، استاذ اكسيتيرا، وانت استاذه جديده ما تعرفيش، ما عندكش الدوا تهضري، سورتو لو كنتي كونتراكتويال تخافي يخرجوك. لازم كي تجي تعسي الاختبارات يعطوك سوايع اكثر، يعطوك خدمه اكثر من غيرك، يعطوك خدمه هنا ولهيك يعني في الاداره وفي في داخل القسم، يعني يحقروك. هنا باش ما يحقروكش لازم اولا قبل كل شيء يعني كما يقولوا القانون لا يحمي المغفلين. الا كنتي ما تعرفيش القوانين اللي سايره الداخل واش لازم عليك، خاصه ما في الابتدائي، خاصه تعسي وكيفاش تعسي التلاميذ في وقت الراحه اكسيتيرا، في الليسي، المهم تكوني تعرفي القوانين اللي كاين مديوره مع عند الدوله، تكوني تعرفيها. مش كي يجي واحد يلعب هذاك تقولي له لا لازم كذا وكذا، ماشي كذا، بدي يعرف بلي انت تعرفي القانون ديجا راه بدا نضر عليك بلي انت عندك شخصيه. حاجه واحده اخرى ثاني تلقايها واللي هما الاستغلال، وي يستغلوك، يستغلوا الماكسيموم منك، يبروفيتيو الماكسيموم. تلقاي دي بروف هكا كبار يجيو يقول لك انا عيان كنت تقدري ديري لي هذا التصحيح هذا ولا تكملي تصحي ولا تشدي لي كلاسه ولا راكي قاعده انت بيرمانونس روحي عسي معايا في الفرد ولا. المهم يستغلوك الماكسيموم، مام الاداره تستغلك باي جهه من جهات باي موضوع، المهم انت تبيني انك عندك شخصيه. نهار اللي تحبي قولي ايه، انا ما تحبيش قولي لا لا. انا عندي ما سمعت حكايات تاع الاستغلال عجب العجب، كيفاش الناس واقحه لهذه الدرجه. انت تكوني تخدمي في الميكرو تجي تقول لك هاكي فلاشتي عمري لي كاع القائمه تاعي، انا مشغوله عندي دراري كذا. نو عندي دراري براسك بيهم، ثاني عندي دار، عندي كذا. يعني نهار اللي تحبي انتيا ديري هذاك الخدمه، ما تحبيش بالك تحشمي وتقولي ايه معليش باسكو صغيره، باسكو هضر معاك واحد كبير لازم تقولي ايه. ابدا لازم كي تحبي انت ايه، كي تحبي انت لا 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 لا. هكا بشويه يتعلموا بلي انتيا ماشي نيمبورت كي، يعني انت لازم يخمو قبل ما يهضروا معاك. ها الحاجه اللي تغزل في قطاع التربيه هي المعارف. وي المعارف بداي من الفوق نحطي للتحت. المعارف مع الاداره، المعارف مع الاساتذه كوليغ يسمو روحهم كوليغ، والمعارف مع الاولياء هذوك اللي يجوا يلعبوها في اخر الحصه اخر الفصل انهم يعرفوك. يعني تلقاي كل الاصناف الاداره لعبتها بالمعارف، تجيب لك فلان. انا نحكي كي تكوني سيريوز وتخدمي كوريكت، ياك ماشي تكوني من النوع اللي يدير رشاوي ومن النوع اللي يحب شويه معارف باش يطلع في الكراد باش يطلع في عينين الاداره. نو انا نحكي كي تكوني تخدمي كوريكت باش ربي يوفقك، وباش تكوني كي تخرجي من سلك التعليم ما تكونش عندك ذنوب مع ربي تتلاقاي بهم هذوك العباد نهار القيامه. دونك الا كنتي من نوع تاع الاساتذه اللي يزيد القاطي، ولا كنتي من نوع الاساتذه اللي كي يجوا الاولياء يقول لك نجيب لك حجاب، نجيب لك خيمه، نجيب لك هذه، نجيب لك هذه، وانت وي مرحبا بكم مرحبا بكم، ولا اللي تخدمي على اختك اللي تقريها تزيدي لها، ولا جارك ولا فلان ولا فلان تزيدي لهم في النقاط، انا هنا مانيش نهضر معاك اصلا باسكو انت مش من نوع الاساتذه اللي يمشوا كوريكت. يعني نهضر مع الاساتذه اللي يمشوا كوريكت اللي ما يديروش هذا الشيء، باسكو راح تلقاي ضغوطات كبار
كي ما تكونيش تمشي على حساب المجتمع كيف راهو يمشي. دونك تلقاي مع عند الاداره يجي يقولوا لك راني جبت لك فلان زيدي له شويه كي تعرفي تاوعنا وكذا وكذا، الا زدتي له ولا قلتي ايه معليش راحت عليك طول حياتك مع ربي ومع الاداره، راح تخبيها هكاك هذيك العقليه طول ما انت عندهم. ولا قلتي لا لا سمحي لي شي با لو جوغ ما يجوزش حرام، انا هذاك ماهوش قاري ما يحبش يقرا، لو كان يحب يقرا انا اللي نعاودو ماشي انت اللي تجي تقولي لي، ولا تقولي سي بون حطيت النقطه ابدا ما نزيد نعاودها. هنا راح يعرفوا النوع تاعك كيفاش داير. مام الاساتذه يجي يقول لك وليدي يقرا عندك، كنت نقرا واحد الكلاسه فيها زوج ولاد شيوخه وهذوك الشيوخه في زوج تاع عربيه، دونك كان يسمو روحهم كولاك وما كاع ما يسمعوش بك، نهار اللي تجي النقاط يسمعوا بلي انت كولاك تاعهم. المهم كانت وحده منسقه والاخرى نورمال، في زوج كبار في اللاج بزاف. وحده انا درت الفرد فجائي باسكو حبيت ندير فرد فجائي هذاك المره، جات لي قالت لي نو تا با لو دووا ديري فرد فجائي خلاص نحاوها وكذا، هنا هي المنسقه. كيف فرد فجائي نحاوها؟ هذا ما على باليش ما نعرفهاش. اوكي معليش باسكو وليدها كان ابسون، دونك كي كان ابسون ما جوستيفياش، وكي ما يجوجي وكي ما يجوستيفيش يعني صفر، هذا هو القانون باسكو هكا كاع يهربوا من الفرد. كاتاتو صفر، قالت لي نو ما عندكش الحق ديري فرد فجائي عاوديه. والاستاذة الدوزيام كي شافتني عطيت الوليد فلانة اللي كانوا كاع يخافوا منها صفر، ما جاش اصلا تهدر على وليدها اللي مديت له صفر. على ما مديت له صفر باسكو كي شاف كاين بعض الفاهمين كي شافوا فرد فجائي قال لك هنا ما نجوزوش فرد فجائي كذا كذا، نخرج خرج معاهم. بورتو هو عاقل مي اثروا عليه خرج معاهم بدا صفر. هذه هي من بعد كم بارازاخ ربي كي يحبك كي تكوني تخدمي كوهك. جاتنا ندوة هذوك الايامات، كي جاتنا ندوة استغلت الفرصه رحت للمفتش قلت له استاذ صح نحيتو صح نحاول فرد فجائي، قال لي شنو شكون قال لك هذا الشيء؟ قال لي بيان سور عندك كاع الحق ديري فرد فجائي، المهم انهم يعرفوا الفتره منين تبدا الفروض وكيفاش تخلص. هذا ما كان وتنسقي مع الاساتذه ما يكونش نفس الفرد ولا فردين ولا ثلاثه في النهار، هذا ما كان. قال لي سمع عندك كاع الحق ديري فرد فجائي، وعلاه ما سميناه فرد هكاك نسموه اختبار، الفرد انك تشوفي تلميذ راه يقرا ولا يراجع ولا لا. المهم ها كي وليت عاود وليت ليها قلت لها نو، سقسيت المفتش قال لي عندك الحق. صفار وجهها ما امنتش باللي جي اوزي نسقسي المفتش وهي منسقه، نورمالمون نعمل كلامها خلاص. دونك من هذاك النهار ما عاودوش ابدا ولاو ليا وقالوا لي شحال تمدي لوليدي ولا شحال ديري له وكذا كذا 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 كذا. هذا كمثال فقط، وخليو امثله واحده اخرى. واحده تجي لك تقول لك هذاك، جات لي واحده سورفايونت قالت لي هذاك فلان لا يقرا عندك، قلت لها حبسي حبسي حبسي، قلت لها ما تقوليش كاع اسمو وانا ما نخدمش هذا الجار ما نزيدش للنقاط باسكو هذاك اللي يما هيتيمه انا نعاملو كيما وليدك ولا خوك، واللي يماه قاعده في الدار انا نعاملو كيما وليدك ولا خوك، ماشي اللي يماه ابسونت ما نتحلوالوش، واللي يماه حاضر هنايا معانا كوليغ نولو نديرو له معرفه اكسيتيرا. قالت لي زعما انت ما تخدميش كوليغ، قلت لها لا كوليغ عيني عينك كي على راسي، ما حاجه اللي نقدر لها مرحبا بها مي كيسيون زيد نقاطي ما زدتش كاع تعاوديها لي. شنفت وراحت وزعفت ما زدتش هضرت معايا وما تحلويت لهاش، يعني هنا دار بصمه اني ما نزيدش للتلاميذ ابدا. كي يجوا يهضروا معايا فلان ما تزيدش النقاط غير سيبا تروح ليها. وكان يجوا اولياء في لافان تاع السيمستر عمرك ما تشوفيهم، في سو تريمستر عمرك ما تشوفيهم، نهار ديري النقطه في البولتان ويشوفوها عند ولادهم يجوا ليك يقول لك انا خياطه كاش ما تسحقي يعني هنا كدا وكدا وليدي مسكين والله غير مسكين. انا ما جيتيش وليدك المسكين طول تريمستر تشوفي لا وليدك المسكين اهو يقرا ولا لا لا، ولا وليدك المسكين صوتو ما نعرفوش الا خشين ولا رقيق. كمثال فقط كيفاش تتعاملوا مع اسكو تلقاوهم بزاف خاصه الاولياء يجوا قريب يبكوا عندكم زيدي لوليدي، على ما جيتيش تحبسي عليه ديغون تريمستر اذا كان يقرا ولا لا لا. ما تكونوش من هذاك الجوغ تاع الاساتذه المنحط اللي يزربع بالدراهم ولا بالحوايج ولا بقلبو هكا مسكين غاضو داك التلميذ، باسكو نتوما اللي راكو تخلو التلاميذ ما يقراوش، نتوما اللي راكو تخلو التلاميذ يطلعوا باك يطلعوا لافاك يطلعوا الزيرو، وكي تخرجوا يزيدوا يخرجوا الزيرو، وكي تعسيهم في الاختبار وما تخليهمش يكوبيو يقول لك نوكل عليك ربي، باسكو عم بالو دار في بالو على جال بعض الاساتذه اللي ما يحشموش غلقوا كاين اللي غلقوا الكلايس وخلاهم يكوبيو لداخل باسكو مساكن يغيدوا
باسكو مساكن ولادهم ثاني يوم يقراو باسكو خاوتهم من الداخل. علاه عندك امانه عند ربي؟ هذوك الربعين تلميذ كاع اللي خليتيه كوبي يوقف عند ربي معاك ناقيه ما تخلصيها. تيماجيني بلي تخلصي كاع واش قريتي كاع اجيال مور اجيال وسختو الا كملتي في سلك التعليم. هاد الشيء راهو كبير، ما كيش قابضه محاسبه تاع كالشركه ولا اي حاجه، راكي تتعاملي مع نشأ هو راهو يقرا وراح يولي يقري، ممكن انه راح يشد مؤسسات كبار كي يكبر. العقليه اللي تخدميها معاه اللي توريها له في لادوليسونس تاعو سورتو هو اللي راح يمشي معاها. الا كنتي تي استاذ تبعثي فيهم طاقه ايجابيه وتبعثي فيهم الدين واش لازم واش حرام واش حلال بلس الماده اللي راكي تقدميها، فرق شاسع على هذاك الاستاذ اللي نهار كامل قاعد ما يقري ما يندب، نهار يلحق الاختبار يزيد في نقاطي كونكور تلام يديرهم يقراو. انا نفهم كاين اللي ما يجيب هذاك السوجي ويدير لهم فرض ليله الاختبار بلا ميم شوز باش الاسئله يتكرروا. هذه شفتها ثاني بعيني، يعني حديث ولا حرج. ومن بعد لا سوسيتي كامل تولي تسب في الاستاذ باسكو ديك الاستاذ يستاهل. وي باسكو ديك الاستاذ يستاهل من مشكلتك يروحوا معاه باقي الاساتذه اللي مسقمين. يعني ما توخدوش تلاميذكم وتعطوهم نقاطي باطل وفي بالكم نتوما راكم تعاونوا فيهم، مي راكم ديروا في العكس. واش عندها معنى ان الانسان التلميذ يطلع عام ورا عام ورا عام ورا عام باغي يلحق الباك يدير ستوب قد ما يحاول يجيب الباك؟ ما كاش ما يجيبش الباك صوفي لا كوبيه ثاني يمشي بهذيك العقليه. ومن بعد تلاقى كي تدي كوبي ومن بعد يروح يخدم. كيما جات وحده تخدم عند بابا كونطابيليتي عطاها 3 كيستيون في لي شابيتر الكبار تاع الكونطابيليتي ما جاوبت على حتى سؤال. قال لها يا بنتي واش كنتي ديري في لافاك؟ عاودي روحي فورمي روحك من الزيرو وعاودي روحي ديري اونتروتيان لهنايا باسكو هكا يطلعوا الزيرو، يطلعوا الزيرو باسكو ما قريتوهمش باسكو عطيتوهم لي نوت غونفليتوهم. ما تكونوش من هذا النوع المنحط. ثاني تلقاي حاجه اخرى في المؤسسه التربويه هي الجبهات، جبهات اونتر اداره واساتذه ولا اساتذه واساتذه ولا اساتذه كبار واساتذه صغار. انت ما ديري جبهه مع حتى واحد، كوني معاهم كامل امي، كوني معاهم كامل صافيه، ما تمنشري في مجموعه ما تمنشري في استاذ باسكو يجي الدور عليك. كوني دائما كوريكت، ما تعطيش كامل اسرارك الاساتذه وديري علاقه حميميه بزاف معاهم باسكو ما تقدريش تعرفي شكون اللي يصلح شكون ما يصلحش. كوني كوريكت، اخدمي خدمتك، قري قعدي شويه في قاعه الاساتذه كي دير خاطرك قصري ضحكي وخرجي بان فينال. ما تدخليش في السياسات ما تدخليش في الجبهات هذوك فلانه درت فلانه عملت هكا هكا باسكو نيفو با. حاجه اللي حبيت نعطيها لك كنصيحه من خلال هذا الفيديو، كوني قويه، كوني عندك شخصيه قويه، اخدمي بالمبادئ تاعك اللي رباوك عليهم والديك، كوني تعرفي كيفاش تواجهي ولو كنتي مع مفتش ولا مدير ولا استاذ ولا واحد من الاداره. اهدري بالحق الحاجه اللي تشوفيها حق، اهدريها حق. الحاجه اللي تشوفيها غلطه قوليها غلطه باش تعرفوا انت الجار تاعك شكون هو هكا، باسكو هما يتعاملوا شغل انت عندهم تيكي. دونك خلي التيكي تاعك تيكي مليح تيكي مسقم حتى كي تخرجي تقولي كان واحد الاستاذ يخدم معنا كان كوريكت كان كدا تدعوي الخير ومع ربي سيغتو تكون كوريكت. باسكو هذا المجال البنات اللي نقول لكم شوفوا قريت في بخيمه قريت في سيام قريت في ليسي وقريت في ايكول بخيفي، هذا المجال بزاف واعر مع ربي بزاف واعر بزاف واعر. تلقاي روحك مرات تنجري مع بعض المواقف وهي ما زوج تنجري معاها باسكو مع ربي تخلصيها. دونك انت الحاجه الاولى اللي تشوفيها مع ربي اسكو لازم ديري هكاك ولا ما تجيش ديري هكاك. كي نهضروا على النقاط ما تقوليش هذاك التلميذ ما نزيدلوش الا كان يستاهل ولا شفتي تعب وكذا زيديلو بصح زيديلو قبل ما تحطي في البيلتا باسكو الا حطيتي في البيلتا عارفه بلي راكي راضيه على هذيك النقطه. ومن بعد كيجوك الضغوطات من بعد الا زدتي عارفه بلي كاستيون عارف ماشي كاستيون تلميذ باسكو التلميذ زيديلو وانت تخمي في النقطه كي تكوني ديري في البيلتا. نحكي لكم هذه قبل ما نكمل الفيديو، مره كنت نعس دوزيام اني جيستيون كان عندهم بزيرو قانون اقتصاد، يعني ماده تاع كوبياج شغل تاريخ وجغرافيا هما ثاني عندهم قانون اقتصاد. دونك ماده تاع كوبياج بالدرجه الاولى تلقاي كل انواع الكوبياج. الوغ انا كي كنت نعس تقولي انت استاذه شر انا ماشي شر نخدم للبعيد للبعيد هذاك النهار تاع يوم القيامه هذاك اللي نخدم له وثاني للي زلاف لمصلحتهم. ما نحبش لي كوبي ما نحبش لي كوبي طول التخيمات نخدم بعرق جبيني نسهر ونوض بكري باش نوري لهم اللي ما يفهمش هذاك اللي ما يفهمش كامل اللي من لوري اذا قال لي ما فهمتش نعاودو الدرس كومبلي مي باش نخليك تكوبي ابدا لاني تعبت عليك ووريت لك كلش
وفهمتك في كلش دوكا الدور عليك نتايا. المهم نحكي لكم هذه، انا قبل ما نبدا كي نوزع الاوراق، قبل ما نوزع اوراق الاختبار، نعس التلاميذ نشوف كاش كوبياج كذا اكسيتيرا، وثاني نعس لي كيتمان البنات اللي دايرين خمار نحط في ودنهم هكا، نقول لهم مع كل احتراماتي اسمحي لي نشوف في ودنها ونشوف يا كاين كيتمان ولا لا، ونصب شحال من واحد من اللور هكا ويلحي في الكيتمان تجبد. نسيتو. المهم هذاك النهار عند لي جيستيون وزعت لهم الوراق تاع الاختبارات اكسيتيرا قبل ما يبدا السوجي تاع الاختبار. كان هذاك وين صونات 8، انا حطيت الورقه تاع الاختبار وما بداو. كي بداو جست عند الاولى كامل كانت قدام المكتب تاعي، قلت لها استني دقيقه نشوف لك، لقيت عندها كيتمان. كي خرجته سمعت لقيته كوبياج مع سبق الاصرار تاع الصد، كان عندها واحد يهدر بلا قالها بدايه يملي لها كامل الدرس. نحيت لها الورقه خرجتها باسكو القانون يقول هكايا. هذا نحكي لكم في الكلاس قبل بروميير واحد باش تخرج، اسمحي لي ما اسمحش تخرجي باسكو هذا نكره اللي يدير حاجه تاع الدين في حاجه تاع حرام. لو كان كوبيتي من اللور ولا نقول لك اشت اعتذري دوك نحي لك الورقه حبسي اكسيتيرا، مي هذاك الكوبياج تاع كيتمان يعني مع سبق الاصرار ترصد، كنتي في الدار كنتي قادره تحفظي هذاك الوقت اللي كنتي تسجلي فيه. المهم كي خرجتها هذا الضغط الاول، جاو الاساتذه صحاباتي جاو لي كوليغ صغار صحاباتي، وعلى مسكينه اللي قروها وعلى مسكينه ودخليها وكيف، قلت لهم واش مسكينه تحشموش هكا نورمال كيتماني تكوبي بيه تزيد تخليها تكمل ليكزام عادي شكون ما صرا والو. ما خليتهاش تدخل عندي، واش داروا دخلوها عند الفوج الثاني، خير كلاسه قسموها على فوجين دخلوها على الفوج الثاني. ومن بعد هذيك الكلاسه كي شافوا هكاك سكتوا كاع، خافوا سكتوا كاع، جوست هذيك الساعتين لبس بيا الحمد لله. كي كملت هذوك الساعتين بون انا رحت ندي الاوراق للاداره، نصيب الحكايه شاعت انا بغمو حاجه عاديه بزاف نورمال، قال تلميذ كوبيا تعاقب وسلام عليكم عادي تصرى بزاف. مي ما تصراش كي يكون ويد كوليك، انا ما بيش بلي بنت كوليك، ما كون كنت عارفه بلي بنت كوليك نعملها نفس التعامل، كون كانت اختي نعملها نفس التعامل، مي ما بيش بلي يماها هذيك فلانه اللي تقريت تاريخ الجغرافيا ما نعرفش ما على باليش، مي كيما قلت لكم كنت عارفه نتعامل نفس التعامل. مي هما تشوكاو كي انا عاملت بنت استاذه هكذاك. المهم كي جيت دخل الاساتذه براولي على الباب، لقعت الاساتذه براولي الاساتذه ما خلونيش نجوز، لا لا وما ديرهاش هكا وطنا الورقه ودخليها وكيفاه وما ديريش غابور وحرام عليك وبنت شيخه. شنو بنت شيخه؟ سما داك اللي قبطوه مسكيني كوبيي ونحيتو له الورقه ولا حاوزتوه مسكيني، غير داك ما يغيتش هذا كاع ما يغيتش باسكو لي بارون تاعو ماشي موجودين في المؤسسه، من لي بارون تاعو موجودين في المؤسسه يغير مسكين على مسكين عاد يديروا هكا مات تشوكه. شوفوا كيفاه نهضروا على الدوله والمعارف وما يصحناش البوست فلاني وما تصحناش الدار فلانيه ولا ديال والسوسيال وكدا، وحنا حنا اللي نديروها حنا. المهم بعدهم كامل دخلت حطيت الورقه بدون بلبله، حطيت كتبت الغابور تاعي كسيت لي غاشي خاطر حكي سمعت قالت لي علاش خليتيها تجوز في الفرج الثاني، قلت لها ماشي انا هما. المهم درت لها صفر وخلاص السلام عليكم جات الحكايه. مي باش تشوفوا باللي كيفاش يتعاملوا معاك، الضغوطات اللي تتلقايهم من عند الاساتذه اللي معاك على جنب ولادهم. هاد حكايه واحده اخرى، كنت نعس دوزيام اني سيونس في الماده تاع سيونس هكذا، رحم والديكم. كونوا على يقين انه كيما حنا كنا نعرفوا كاع لي تكنيك تاع الكوبياج، دوكا كاين دي تكنيك كثر، دونك لي تكنيك اللي كنا نعرفوهم بكري على الاقل كنا متفقين ليهم، يعني هذاك لي فاسور اللي يروح من بين طابله وطابله والاجابه داخل الورقه اكسيتيرا اللي كان عارفوها وداخل المقلاه اكسيتيرا، دونك انت حوسي كلش. المهم انا ما خليهمش يتبعتوا الادوات، كانت واحد الشيخه وصاتني هاد الوصايا قالت لي بالك، دونك عملت بوصايتها اوكي. قالت لي وحده سدا قاعده في الطرف كامل، قالت لي سدا سيف كاكيراتريس، قلت لها شنو سيف كاكيراتريس؟ جايه تجوزي امتحان تعمل كاع لو كاكيراتريس انت ماشي جايبه كاكيراتريس باسكو تاكلت سيلفي، قلت لها نو ما كاش. يا استاذه وكيف شوفوا الوقاحه طفله، يا استاذه وكيف شو سيونس وكيف بلا كالكولاتريس امبوسيبل، قلت لها كي زيد تقوليها يعني امبوسيبل بلا كالكولاتريس باش با نسيتها باسكو ليكزام العشيه كون كنتي نسيتها تروحي تشري. المهم وصل في جهه اخرى يعني تاكله تسلف، هي تاكله تسلف وعبكم اللي تاكله تسلف وسمك النتيجه رايحه جايه اكسيتيرا. ومن بعدك واش قالت لي يعني لو كان حبست هنا بالك تغيضني ونجيب لها كالكولاتريس ما عندكش واحد ونفيريفي بلي ما كاش رقم ولا نعطيها لها واش دير.
استاذه وشكون انتي وشكي حاسبه روحك وكذا وكذا. علاه؟ انا ما عرفاش تمي هذيك ما نقريها ما نعرف شكون مالي اكسيتيرا باسكو هي ما تخدم في الاداره دونك عندها الكتاف دونك دايره رايها دونك على بالها بلي اساتذه كاع كيف كيف كاع كوليك. كي قلت لها صرا هكا تهضري قعدي تماك واش قالت لي نجبد التليفون؟ قلت لها مستحيل ممنوع. واش دارت؟ غفلتني جبدت التليفون ونورمال بوغ ال نورمال راهي في النورمال جبدت التليفون يتخدم عادي وشافتني جايه لعندها وما طلعتش من براسها تما ما تقيمش باسكو بنت فلانه. كي لحقت ليها نحيت لها الورقه استاذه كيف نحي الورقه وكذا وما تحشميش وهكذا نحيت لها الورقه وحط خليتها. قلت لها انا قلت لك بلي الهاتف ممنوع والممنوع معاقب عليه هذا ما كان. واش دير؟ جبت التليفون هاك لماها. قالت لي ماها دوك نجي. كي جات ماها عند الباب شافتني بلي انا ولا عندي تيكي في الاداره وفي الاخر بلي انا قد حلاب يعني كوليك ما نخدموش كوليك ما نخدمش المعارف. واش دير؟ قالت لي شاكي سافا لاباس الحمد لله طرحت. وعيطت لبنتها قالت لها يعني فهمت من خلال بنتها كي برد وجهها يعني قالت لها هذيك ما نقدرش نتريتي معاها. واش دارت بنتها؟ عاودت ولات تلميذه. كانت لايبات عليها عاودت ولات تلميذه. استاذه تعيشي سمحي لي يا استاذه طين ورقه يا استاذه جاز الوقت يا استاذه وعلاه سيونس وماده اساسي. قلت لها دوكا فهمتي قيمتك وفهمتي انا شكون لاني هنا انا شكون. من بعد قلت لها معليش حق الواقعه حتى هكا كي معاقبه 10 دقائق ونحيت لها 10 دقائق من وقتها. من بعد رجعت لها الاخرى كي عاد تلاقات معايا من بعد الاكزام كل ما تلاقى معايا استاذه واش راكي سافا لاباس راكي مليحه. عرفت قدر الاستاذ وعرفت قدر التلميذ. دونك نتوما واش راني نقول لكم من خلال هذه التجارب ما تخدموش المعارف والله العظيم غير حرام عليكم تخدموا المعارف لانه حتى اذا خدمتوا المعارف بطابع قلبكم هكا غادكم هذاك الاخ ولا الجار ولا والباقي مساكن نخدموا المعارف نخدموا عليهم كاع نزيد لهم النقاط نزيد لهم كاع وعلاه مساكن اللي ماليهم ماشي موجودين ما ديرلهمش قيمه واللي ماليهم موجودين ندير لهم قيمه. دونك كونوا اساتذه على قد كلمه استاذ يعني تحملوا مسؤوليتكم بالقدر الكافي. هذا اش حبيت نقول لكم وممكن كاين اللي فيكم يقول انت استاذه بزاف مزيره ولا انت استاذه شر ولا انت استاذه ما تحبيش تزيدي في تنقاطي اكسيتيرا. انا نقول لكم هذا الشيء كامل اولا على جال ربي وثانيا لمصلحه التلميذ وثالثا للنيفو تاعي انا وحسب المبادئ تاعي. فوالا الفيديو تاعي ان شاء الله تكون عجبتكم تهلاو في روحكم تلاقاو مره ان شاء الله سلام.